شلون تشوف وضع الشباب بالعراق، المحافظات الثانية بالعراق الجنوبية؟ والله المحافظات الجنوبية أكثرهم هسه حالتهم تعبانة، شغل ما متوفر لهم، متأذين حيل بسبب هاي الحكومات هسه الجاية اللي تحكم ببغداد والمحافظات الجنوبية. وقلنا إن شاء الله هاي قبل سنتين خرجوا ناس يعني يريدون التغيير وما صار، بس شنو غرسوا بذرة انه وحدوا الشعب العراقي، كسروا الخطوط الحمر الطائفية يعني قاموا يحجون ما يخافون، لان بعد ماكو تأذوا حيل، ضرروا من هاي الاحزاب اللي دا تحكمهم. يعني عندك امل انه بعد هاي الانتخابات يصير وضع احسن؟ والله هم الاحزاب نفسهم اكو بيهم هسه مستقلين، بس هم تابعين للاحزاب يعني لبغداد. ايش حيسوون هسه حسب ما الناس تحكي وشوف الواقع اللي دا نشوفه، انه نفس الاحزاب بس حيطلعون وجوه جديده لحد هو يقول انا مستقل، بس لما ينجح بالانتخابات راح يسوون شلون يتجمعون يرجعون للاحزاب مالتهم، وما ما اعتقد يصير. انت راح تصوت؟ والله انا حاليا لحد الان ماكو اي مرشح بغداد اثق بي، لان احنا هوايه ناس حكوا ويانا قالوا احنا حنسوي وحنسوي وحنسوي كل شيء ما سوى. والله انا حلمي ببغداد انه يعم الامن والامان والاستقرار ونعيش مثل باقي الناس. يعني انا رياضي مصارع، الالعاب الفرديه اخذت انا بطوله العراق بالمصارعه، الالعاب الفرديه ماكو اي دعم الها، هاي بالنسبه لوزارة الشباب والرياضه ماكو اي دعم بس الكره القدم. شلون تشوف تمثيل الشباب بالحكومه؟ يعني واحد يجي مثلكم. والله الشباب شباب هوايه هسه اكو ناس همينه نتامل منهم خير مرشحين، بس هم ما يقدرون على هوايه ناس الفاسدين هوايه.